لما بابا وماما راحوا عند ربنا، جيت انا واخويا عشان نعيش هنا عند سته. فاكر اليوم ده كويس قوي، كانه مش من زمان. كنت مرعوب، كان جسمي كله بيترعش وانا على السرير ومش عارف انام. فجأة خدتني كده في حضنها وقعدت تطبطب عليا وتقولي بس يا حبيبي بس. طول ما انا موجودة اوعى تخاف، اوعى تخاف، مش عايزة تترعش كده تاني ابدا. وفضلت تحكي لي في حواديت وتاخدني في حضنها لحد ما رحت في النوم. صحيت لقيتها نايمة جنبي. ومن يومها وهي كل حاجة في حياتي، كل حاجة. كان نفسي أفرحها أوي بالشقة الجديدة يا ليلى.